السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. الفيديو اللي هنتكلم فيه النهاردة هنتكلم عن النزلة المعوية. النزلة المعوية يمكن أكتر حالة بتتردد علينا في العيادة الفترة ديت. يمكن 80% من الحالات اللي بتيجي تكشف في العيادة عندها أعراض من النزلة المعوية، سواء كان ترجيع بس أو إسهال بس أو الاتنين مع بعض. هنتكلم النهاردة عن أهم الحاجات اللي نبدأ نستخدمها عشان نساعد إن النزلة المعوية دي تعدي على خير إن شاء الله وما تأذيش الطفل مننا في حاجة. تابعونا. النزلة المعوية ديت مشكلتها بتيجي بشقين، ممكن تيجي ترجيع بس او اسهال بس او الاثنين مع بعض، ترجيع واسهال، ودي بتبقى حاجة سيئة شوية لان الترجيع والاسهال دوت ببقى مش عارف اعوض السوائل عن الجسم. يمكن اكبر مشكلة بتعملها النزلة المعوية دي الجفاف. انا بخاف ان الطفل يجيله جفاف من فقد السوائل، ان مية تنزل من جسمه ما تعوضش كويس، فدي الحاجة اللي بتخليني اقلق من النزلة المعوية وابقى محتاج ان انا اتعامل معاها بحرفية شوية. اكتر حاجة تهمني زي ما اتفقنا ان احنا نعوض فقد السوائل عند الطفل اللي بتحصل في الاسهال والترجيع، يبقى اول حاجة اعملها لازم اوقف له الترجيع كويس. عشان اوقف الترجيع كويس ممكن ببدأ بحاجات ادوية خفيفة كده زي الموتيليوم او الميتينورما او الترايتون او الحاجات ديت، بتساعد ان الترجيع يقف عند بعض الاطفال. لو ما تحسنش ببدأ اديله الحقن اللي هي زي الزفران والدانست والاميرست والمجموعة دي. بلاش يا جماعة حقن البرمبران. حقن البرمبران بتوقف الترجيع كويس، بس من الاثار الجانبية بتاعتها انها بتعمل تشنجات. اطفال كتير انا شفتهم حصل لهم تشنجات بسبب البرمبران، ومن ساعتها انا ما بكتبهاش خالص، ومعظم الدكاتره دلوقتي ما بتكتبهاش، فخلينا في المجموعه الامنه ديت اللي هي الزفران والدانست والاميرست والمجموعه دي. ده بالنسبه للترجيع اللي وقف. بالنسبه للاسهال، الاسهال مش هينفع ان هو يقف مره واحده، يعني حته ان الطفل النهارده يسهل 5 6 مرات بكره يخف ده مش موجود. لازم الاسهال يقف على مدار كذا يوم، لان الميكروب اللي في جسمه ده يخرج. انا لو قفلت على الاسهال مره واحده انا حبست السموم اللي موجوده في الجسم. فكرة الإسهال ده رد فعل من الجسم عشان يتخلص من السموم اللي موجودة عنده، تمام؟ ففكرة إن الإسهال يخف مرة واحدة ده مش معقول، لازم هيعمل كذا يوم. أعمل أنا إيه بقى في الكذا يوم دول؟ أهم حاجة عندي إن أنا أعوضه بالسوائل زي ما قلنا عشان أحافظ إن الطفل ما يخشلوش في جفاف. أكتر حاجة تخلي الطفل السوائل اللي في جسمه تتعوض بأمان محلول معالجة الجفاف. الأكياس بتاعت محلول معالجة الجفاف دي يمكن من أحسن الاكتشافات الطبية اللي اتعملت على مدار الفترة الأخرانية دي. كيس محلول الجفاف انا بدوب الكيس في 200 سنتي وببدا اشربها للطفل بارد بمعلقه او بسرنج او الكلام ده. ممكن لو طفل كبير شويه بجيب ازازه الميه المعدنيه اللي هي الصغيره 600 مللي واحط عليها 3 اكياس واشربها للطفل على مدار اليوم. الاكياس بعد ما احللها تقعد معايا 24 ساعه، مش لازم كل شويه اقعد اشرب للطفل كيس جديد. ببدا اشرب الطفل المحلول دوت ببطء، وكل شويه بشربه حبه، كل شويه بشربه حبه، بديله لحد ما يرتوي. ان شاء الله يا رب يشرب له 10 اكياس في اليوم، انا ما عنديش مشكله خالص. لو الطفل بيشرب محلول كويس اطمن عليه واعتبر ان هو خف خلاص، الدنيا ان شاء الله مساله وقت مش اكتر. تاني حاجه اقدر ان انا احافظ على الطفل كويس، ان انا كل يوم، انا قلت الاسهال ما بيخفش مره واحده، بس لازم كل يوم يبقى احسن من اليوم اللي قبليه. يعني النهارده سهل 10 مرات بكره يسهل 6 بعده 3، يمشي بالنظام دوت. لكن ما يسهلش 10 مرات وبكره يسهل 15 20 يبقى كده مش بيتحسن. كده هحتاج ان انا راجع للدكتور تاني عشان ان انا اقدر اقيم الحاله بتاعه الطفل كويس. هل انا محتاجين نصعد حاجه في العلاج ولا هنمشي زي ما احنا موجودين؟ طبعا الطفل اللي عنده نزله معويه ده بيبقى مش عايز ياكل، فمش لازم اقعد كل شويه اخصب عليه في الاكل. اي حد فينا معدته تعبانه بيبقى شهيته للاكل وقابليته ليها قليله شويه، فلو انت غصبتي على الطفل هيرجع، سيبيه براحته واشربيه سوائل كويس، ادي عصاير، ادي حاجات تمسك بطنه شويه، اعرضي عليه اكل مسلوق، اديله رز مسلوق، مكرونه مسلوقه، بطاطس، جزر، الحاجات اللي هي تساعد ان البطن تمسك شويه. اكل من غير غصب، اعرضي عليه. لو كل يوم او كل شويه عرضت عليه خد له معلقه معلقتين على مدار اليوم هيبقى اكل كويس. ركزي في السوائل اكتر من الاكل، الاكل مش مستعجلين عليه قوي. انا عندي الطفل يقعد من غير اكل احسن ما اقصب عليه واخليه يرجع، اتفقنا؟ ممكن اساعد بادويه مطهرات معويه، حاجه زي الانتينال او الضياكس او النيتازود او النانازوكسيد او المجموعات دي. ممكن ان انا اعمل كومباينيشن ما بين كذا دواء، ممكن استخدم حاجه لوحدها، بس بلاش الحاجات الممسكه. يعني ادي مطهرات، حاجات تنظف البطن، لكن مش لازم الدواء الممسك اللي هو يقلل لي عدد مرات الحمام من غير ما يعالج الميكروب اللي بيبقى موجود. فمهم جدا ان انا ادي مطهرات معويه بجانب المحلول عشان تساعد ان عدد مرات الاسهال تقل. موضوع النزله المعويه، غالبا النزلات المعويه الشديده بتبقى حاجات فايرال، ما بتبقاش بكتيريال زي الروتا وحاجات تانية. فغالبا الحاجات دي بتبقى مش محتاجه مضاد حيوي، كل اللي محتاجاه ان انا ادي تعويض للسوائل. ممكن في حالات بحتاج ان انا ادي لهم زنك، زنك برده بيساعد ان الاسهال يتحسن بنسبه كبيره. في ادويه كتير بيبقى فيها زنك، وبرده بدي المطهرات المعويه زي ما اتفقنا. الحاجات ديت مهمه، نتعامل مع الحاله بهدوء ونبدا
نعالج الطفل واحدة واحدة، ما نقلقش، نوقف الترجيع، نساعد ان المية اللي بتنزل في السيل دي تتعوض، اخزيه كويس، اديله علاج كويس، اقدر ان انا الاحظ ابني كويس، اشوفه بيتحسن ولا بيسوء. بيتحسن ابقى انا ماشي في سكة كويسة وبكمل. الحالة مش بتتحسن او بتسوء، لا ارجع للدكتور تاني وبلغه، نشوف هنبدأ نصعد الحالة دي نصعد فيها العلاج ولا هنعمل فيها ايه بالظبط. حلوة البتاعة دي، انا يمكن اول مرة اجيبها. انتوا لو خدت بالكم الفيديوهات اللي قبل كده ما كانش فيها البتاعة دي، دي رسمة بنتي جابتها لي هدية، فانا من الفيديو ده بحب اشكرها برضو على الهدية الجميلة اللي هي جابتها لي دي. شكرا يا جاسم. دي يمكن اهم الحاجات اللي حبينا نتكلم فيها عن النزلة المعوية، وازاي نقدر نتعامل معاها، وازاي نقدر نطلع بابننا كويس وبسلام من الموضوع دوت. موضوع يا جماعه بسيط بس محتاج حرفيه في التعامل. مهم جدا ان احنا نتعامل مع الطفل كويس، ما نخصبش عليه في الاكل، نديله علاج مظبوط، نلتزم بالعلاج، نتابع الطفل كويس، ونتابع العلامات الحيويه عندنا كويس، وان شاء الله الامور تعدي بخير ويكون الطفل تمام. ما تنسوش بقى يا جماعه تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، واعملوا لنا مشاركة في القناة، وفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة بتاعتنا ان شاء الله. شكرا.